بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. أما بعد، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي الخامس القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، وأخص بالشكر الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور مصطفى سليم مقرر المؤتمر على دعوتهما الكريمة لكلية البنات وإتاحة الفرصة للمشاركة ببحث عنوانه التغير الثقافي وإعادة إنتاج آليات الضبط الاجتماعي دراسة أنثروبولوجية، مقدم من الدكتورة نادية عبد القادر محمد مدرس بقسم علم الاجتماع تخصص الأنثروبولوجيا كلية البنات جامعة عين شمس مصر. مقدمة البحث: تعد آليات الضبط الاجتماعي التي ترسم ملامح القيم والمعايير الثقافية هي الجوهر والأساس في ترابط البناء الاجتماعي وتنظيمه وتوازنه وديمومته، ولكن بسبب عمليات التغير السريعة التي تشهدها المجتمعات بفعل الثورة التكنولوجية والعولمة، فقد غزت المجتمع المصري قيم جديدة تتسم بدرجة عالية من عدم الانسجام والتوافق مع ما هو سائد في المجتمع، فحدث الصراع وتصارعت ثقافات فرعية أدت إلى تعدد القيم والمعايير وازدواجيتها، ونتيجة لهذا تأثرت آليات الضبط الاجتماعي في حماية النظام العام والمحافظة على روابط البناء، واختل التنظيم وفقد التوازن وحدث الصراع بين مكونات المجتمع. وللخروج من هذه الحالة فإنه يتوجب على مختلف مجالات الحياة الخروج بمبادئ عملية لضمان الاتصال والتفاهم بين الناس بشكل يحقق الانسجام في قيمهم التقليدية وما يستجد من قيم ثقافية بسبب عمليات التغير. ومع استمرار تعرض المجتمعات للتغيرات فإنه يكون عليها الاستفادة من تلك التغيرات ومن معطيات التقدم العلمي وتطور التقني في كافة المجالات. وهنا تبرز أهمية الضبط الاجتماعي كصمام أمان للمحافظة على دوام المجتمع واستقراره وحفظ توازنه. فالضبط وظيفته الأساسية تماسك البناء الاجتماعي وبقاء وجود المجتمع وضبط سلوك الأفراد من خلال القيم والمعايير التي ترسم ملامحها الدين والثقافة وتتسم بالقبول والإلزام. ويرى ويليامز أن تحري وبحث الثقافة يتم من خلال مجموعة من الآليات، منها الأسر والمدارس وغيرها من الآليات الخاصة بالإنتاج الثقافي، كما أن إعادة الإنتاج في الزمان والمكان هو تقليد انتقائي للمعاني والممارسات والتي تشمل النظام الاجتماعي والتغير الثقافي. وتحرص الجامعات على ترسيخ قيمها ونقل معاييرها لأفرادها من جيل إلى جيل آخر، وتكون الأسرة أولى تلك الجامعات التي ينتمي إليها الفرد بحكم مولده، ويرتبط الأفراد بالقيم الأخلاقية في البداية من خلال عملية التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة، ثم بعد ذلك من خلال مؤسسات المجتمع الأخرى كالمدرسة. وعليه فإن الأسرة باعتبارها أول جهاز من أجهزة الضبط الاجتماعي يقع على عاتقها تنشئة الأفراد وتحقيق التوافق مع القيم والمعايير الثقافية السائدة في المجتمع، وكذلك التكيف مع عوامل التغير الثقافي التي تحدث في المجتمع، حيث القيام بعملية إعادة إنتاج آليات تتلائم مع ما تبثه عوامل التغير من قيم ثقافية جديدة. مشكلة البحث: من خلال استقراء التراث البحثي الخاص بدراسة الضبط الاجتماعي وإعادة إنتاج آليات غير الرسمية في ظل عوامل التغير الثقافي كالعولمة وثورة التكنولوجيا والإعلام الجديد التي يشهدها المجتمع المعاصر، فقد تبين ندرة الدراسات التي اهتمت بدراسة هذا الموضوع وخاصة لدى الأسرة الحضرية ذات الأصول الثقافية المتباينة. لذا جاء هذا البحث للكشف عن دور الأسرة كمؤسسة ثقافية في إعادة إنتاج آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي في مجتمع محلي حضري يسكنه خليط سكاني من ثقافات متباينة. وجاءت أهداف البحث على النحو التالي: 1- تحديد عوامل التغير الثقافي في مجتمع البحث. 2- تحديد آليات الضبط الاجتماعي وإعادة إنتاجها عبر دوائر ضبط الزوجين والأبناء والأقارب والجيران الخاصة بالأسرة كأحد أجهزة الضبط داخل مجتمع البحث. 3- الكشف عن مظاهر التغير الثقافي وآليات الضبط الاجتماعي، إعادة إنتاج الاندثار للثقافة التقليدية داخل مجتمع البحث. وجاءت محاور البحث على النحو التالي: أولاً، الإطار النظري والبحثي. الإطار النظري والمنهجي للبحث: الإطار النظري شمل على 3 نظريات. النظرية الأولى نظرية التغير،
واستخلص منها البحث القضية التالية: أن التغير في أحد أنساق المجتمع يؤدي إلى تغير الأنساق الأخرى، وأن التغير لا يكون مسؤول عنه عامل واحد، وإنما هناك عدة عوامل متداخلة مع بعضها البعض. يحدث التغير نتيجة عوامل داخلية وخارجية تتضافر معا. يعد الاحتكاك الثقافي بين المجتمعات والجماعات الإنسانية عاملا مهما من عوامل التغير. أن التغير عملية مستمرة لا يقتصر على فترة زمنية محددة في تاريخ المجتمعات، بل يمتد مع وجودها، وأن التغير يأتي غالبا تدريجيا وليس فجائيا. أن التغير لا يعني بالضرورة اختفاء كل ما هو تقليدي ليحل محله ما هو حديث، وإنما كثيرا ما تبقى النظم التقليدية جنبا إلى جنب مع النظم الحديثة، وأحيانا يحدث مزج بين خصائص كل من النظم الحديثة والتقليدية ينتج عنه نظم أخرى جديدة تماما. ب. نظرية إعادة الإنتاج، واستخلص منها البحث القضية التالية: أن هناك بعض الفئات التي تعد أكثر ميلا إلى التخلي عن القديم وتبني الجديد ومسيرة الموضات. تعتبر المخالطات البشرية والثقافية من عوامل التغير وبالتالي إعادة الإنتاج. أن الثقافة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، لذلك تحفظ وتبقى على بعض عناصرها ويحقق لها الاستمرار. تفيد وسائل الاتصال في إعادة الإنتاج من خلال تأثيرها على سلوك الناس وإلحاحها المتزايد لتبني أساليب الحياة الحديثة، كما أنها قد تساعد في إحياء بعض عناصر الثقافة أو تساعد على اختفاء عناصر أخرى. تعتبر الأسر والمؤسسات التعليمية عاملا من عوامل إعادة الإنتاج بما تضيفه أو تضعفه في عناصر الثقافة. ج. نظرية الضبط الاجتماعي. اهتم العديد من العلماء بطرح مقولات وإسهامات نظرية كثيرة حول الضبط الاجتماعي، لذا انطلق البحث من مقولات بعض هؤلاء العلماء مثل روس وسمينر، ريس، توبي، ناي، هيرشي، بارسونز، تايتل، والذي ركزت إسهاماتهم الذين ركزت إسهاماتهم على آليات الضبط الاجتماعي وخاصة الغير الرسمية من خلال الأسرة. فنجد أن روس اهتم بالغرائز الأربعة ودورها في ضبط سلوكيات الأفراد داخل المجتمع، وهذه الغرائز هي العاطفة والجماعية والإحساس بالعدالة والإحساس برد الفعل التلقائي الذي ينبع من ذات الفرد. أوضح هيرشي أهمية الروابط الاجتماعية، ورأى أن بعض مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة والمدرسة يمكنها أن تساهم إلى حد كبير في حفظ النظام الاجتماعي عن طريق ضبط ميول وسلوكيات الأفراد الانحرافية داخل المجتمع. 2. الإطار المنهجي للبحث، واشتمل على ألف المفاهيم الأساسية للبحث. اعتمد البحث على المفاهيم التالية: التغير الثقافي وإعادة الإنتاج والضبط الاجتماعي. أما التعريف الإجرائي الذي اعتمد عليه البحث فهو أن الضبط الاجتماعي يقصد به كل العمليات التي تضبط الفعل الاجتماعي في النمط الواقعي من خلال اللجوء إلى آليات غير رسمية تتمثل في القيم والمعايير الثقافية من أجل توازن المجتمع. وعندما يمر المجتمع بمراحل تغير يكون على أجهزة الضبط الاجتماعي كالأسرة دور هام في إعادة إنتاج آليات للضبط من شأنها استمرار حالة التوازن، وجعل التغير وظيفته الأساسية هي استقرار الأسرة وبقاء المجتمع. ويكون إعادة الإنتاج إما باستمرار الآليات التقليدية أو بإنتاج نفس الآليات في شكل جديد أو بإنتاج آليات جديدة تتلائم مع عوامل التغير الحديثة. ب. المجال الجغرافي للبحث. أجري البحث في مدينة شبرا الخيمة، إحدى مدن محافظة القليوبية، وتدخل ضمن إقليم القاهرة الكبرى الذي يضم معها مدينتي القاهرة والجيزة. وتقع المدينة في الجهة الشمالية من القاهرة، وتوضح الخريطة التالية الموقع الجغرافي لمدينة شبرا الخيمة. جيم أسس اختيار مجتمع البحث. أن مدينة شبرا الخيمة تعد من أكبر مدن الجمهورية مساحة بحوالي 270 و 680 كيلو متر مربع، أي ما يعادل 7000 فدان تقريبا، وتقع في المرتبة الرابعة من حيث المساحة بعد مدن القاهرة والجيزة والأسكندرية. أنها مدينة صناعية تنتشر فيها مصانع الغزل والنسيج وصناعة الزجاج والسيراميك، مما أدى إلى تداخل المناطق الصناعية مع المناطق الساكنية، وتوضح الصورة رقم 1 و2 ذلك. أنها من أكثر المدن المصرية كثافة سكانية بمعدل 2000 شخص للفدان الواحد، وقد وصل عدد سكانها حسب تعداد تقديري عام 2017 نحو 1.6 مليون نسمة. تعد من مناطق المتصل الحضري الريفي، استتاخن في حدودها المناطق الريفية الواقعة داخل المحافظة نفسها
القليوبية والمحافظات الريفية المجاورة لها كالشرقية. فهناك على الدوام عمليات اتصال وتبادل ثقافي مع هذه المناطق، وأيضا مع المناطق الحضرية القريبة منها كالقاهرة. أن المدينة تتميز بموقع حيوي من وسائل النقل والمواصلات، وأهمها محطة مترو الأنفاق ومحطة قطارات ثقة حديد مصر، مما سهل من عمليات الانتقال والتبادل الثقافي بينها وبين البيئات الثقافية المتباينة على مستوى المجتمع المصري ككل. المنهج الأنثروبولوجي ودراسة الحالة. أجري البحث في إطار المنهج الأنثروبولوجي الذي يتسم بالعمق وصبر قرى الظواهر الثقافية، ويتطلب وسائل وأدوات تمكن من تحقيق الدقة والعمق في تناول الظاهرة، مثل المعايشة والملاحظة والملاحظة بالمشاركة والمقابلة المتعمقة والإخباريون ودليل العمل الميداني. وقد تبين من خلال الدراسة الاستطلاعية وجود أكثر من أسرة لعائلات كبرى جاءت من محافظات أخرى، أغلبها محافظات الصعيد مثل سوهاج وأسيوط، فضلا عن محافظات الدلتا خاصة الشرقية والمنوفية، مما يعكس عامل من عوامل التغير الثقافي، وهو وجود تنوع ثقافي مرجعيته الأصول المكانية لتلك الأسر، وقد تم اختيار أسر دراسة الحالة منها. وقام البحث على دراسة 9 أسر تم اختيارهم وفق معايير لدراسة الحالة، وهي أن تكون أسر نووية مكونة من جيلين الآباء والأبناء، وأسر ممتدة مكونة من 3 أجيال الأجداد والأبناء والأحفاد، لمعرفة دور كل جيل في تمسكه بالقيم التقليدية في ظل عوامل التغير التي يتعرض لها، ودوره في إعادة إنتاج سلوكيات وعلاقات تتلائم مع هذا التغير. أن تنتمي الأسر إلى شرائح طبقية متباينة دنيا وسطى عليا. التنوع في البعد النوعي ذكور وإناث، والتعليمي والمهني والحالة الاجتماعية. أن تكون لهذه الأسر علاقات قرابة وجيرة معروفة داخل مجتمع البحث، للتعرف على طبيعة الرابطة الاجتماعية ودورها في تحقيق تماسك الأسر والمجتمع. ويوجد بالبحث جدول يوضح خصائص الأسر حالات الدراسة المتعمقة. المحور الثاني في البحث عوامل التغير الثقافي في مجتمع البحث. ويتناول هذا المحور أهم عوامل التغير الثقافي التي حدثت داخل مدينة شبرا الخيمة، وهي 1 التحاضر والتصنيع وأنشطة التجارة. تعتبر مدينة شبرا الخيمة من أكبر وأقدم المدن الصناعية في مصر، فقبل إنشاء مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر كانت المركز الصناعي في مصر، وتضم مصانع عديدة كان أساسها مجال النسيج، وأدى ذلك إلى جذب العديد من الشباب للعمل بها، سواء من أبناء المدن القريبة منها كالقاهرة والجيزة أم من مناطق أخرى على مستوى محافظات الجمهورية. ومنهم من جاء بأسرته الزوجة والأبناء، وقام بتأجير أو شراء شقة وأقام داخل المدينة من أجل العمل. وبهذا تشكلت داخل المدينة ثقافات فرعية من الريف والحضر مع ثقافة سكان المدينة الأصليين. وإلى جانب نشاط الصناعة تنتشر الأنشطة التجارية داخل المدينة. ولاحظت الباحثة أن معظم المشروعات التجارية قائمة على منتجات الصناعة من الغزل والنسيج عن طريق افتتاح محلات تجارية لبيع الملابس والأحذية والشرط وغيرها، إما داخل أسواق تجارية معروفة داخل المدينة منها أسواق يومية مثل شارع ناصر التجاري، أو أسواق أسبوعية مشهورة مثل سوق الأحد، وتوضح الصور رقم 3 و4 ذلك. اثنين وسائل النقل والمواصلات. تشتهر المدينة بموقعها المتميز وسط محافظات الجمهورية، مما جعلها منفذ هام للنقل من وإلى هذه المحافظات، ويتوفر بها مجموعة من وسائل النقل والمواصلات، ويعد ميدان المؤسسة أكبر وأشهر الميادين داخل المدينة، وتوضح الصورة رقم 5 ميدان المؤسسة. ثلاثة مؤسسات التربية والتعليم والثقافة. تشتهر المدينة بوجود مجمع مدارس حكومية تجريبية كبير، ومكتبة عامة واحدة، وقصرين للثقافة، وبها سينما واحدة، ومن أشهر المعالم بها قصر محمد علي، كلية الهندسة، كلية الزراعة، المعهد العالي للتعاون الزراعي. 4 العولمة ووسائل الاتصال الحديثة. تعتبر التكنولوجيا عاملا حاسما في إحداث التحولات الثقافية لأي مجتمع، بما يؤثر على النسق القيمي للأسرة، وقد أفرزت التقنيات الحديثة والتكنولوجيا سيلا وفيرا من المعلومات بهدف يهدف إلى نشر ثقافة العولمة دون اعتبار الثقافات المختلفة للشعوب. ولاحظت الباحثة أن توفر شبكة الإنترنت وانتشار أجهزة المحمول الحديثة والفضائيات داخل الأسر قد أدى إلى ظهور قيم جديدة وتغيير ما اعتاد عليه أفراد الأسرة من قيم تقليدية في علاقتهم وسلوكياتهم معا، خاصة في جيل الأبناء والأحفاد، وعند الذكور أكثر من الإناث في شرائح الدنيا،
وفي ذلك تتردد أقوال منها إحنا جوه البيت بقينا مش عارفين نتكلم بعضينا بسبب المخروب اللي اسمه المحمول والنت اللي العيال فتحاه ليل نهار لما عقولهم خربت وأخلاقهم باظت. 5. الثورات والأزمات تعد من عوامل التغير الخارجي التي تؤثر على علاقات وتفاعلات الأفراد والجماعات داخل المجتمع، وقد مر المجتمع المصري بثورتين كبيرتين كان لهما أعظم الأثر على بنية المجتمع وعلاقات أفراده، ولازلنا نعيش نتائجهما في ثقافتنا الحياتية حتى اليوم، كما كان لبعض الأزمات نصيب في التأثير يوم أخرى على قيم وثقافة المجتمع، وخاصة أزمة كورونا، فقد تعرضت المدينة لبعض التغيرات نتيجة هذه الأزمة وما تم فرضه على الأفراد من إجراءات احترازية، خاصة التباعد الاجتماعي في الأماكن التي يكون فيها تزاحم سكاني تجنباً للإصابة ونشر الوباء، وتغيرت عادات بعض الأسر منها تجنبهم زيارة الأقارب والجيران أو امتناعهم عن التجمع والجلوس أمام المنازل. المحور الثالث آليات الضبط الاجتماعي وإعادة إنتاجها عبر دوائر الضبط الخاصة بالأسرة. تشير أدبيات التراث النظري الخاص بالضبط الاجتماعي إلى أن هناك أجهزة تكون مسؤولة عن القيام بالضبط هي الأسرة والمجتمع المحلي والدولة، وبداخل كل جهاز ضبط من هذه الأجهزة دوائر تتحرك خلالها آليات الضبط، ويكون أساس تشكل هذه الآليات هو شبكة العلاقات والتفاعلات الاجتماعية بين أفراد كل دائرة وبينهم وبين أفراد الدوائر الأخرى. ويحدد بورديو 4 آليات أساسية لإعادة الإنتاج هي الأسرة والمؤسسة التعليمية والدولة والهابيتوس أو الوسط المعيشي. ومن ثم فإن البحث يركز على آليات الضبط غير الرسمي داخل جهاز ضبط الأسرة ودوائره الضبطية وهي الزوجين والأبناء والأقارب والجيران من واقع الدراسة الميدانية. ويتناول هذا المحور العناصر التالية: إعادة إنتاج آليات الضبط الاجتماعي داخل الأسرة. يرى بورديو أن الأسرة مؤسسة اجتماعية ثقافية تسهم في إعادة إنتاج الوضع الاجتماعي لأعضائها، ويتم ذلك من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تعد من أهم آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي عند العديد من العلماء مثل دوركايم وهيرشي وبيرسونز وغيرهم. وتلعب الأسرة بالفعل دورا حاسما في الحفاظ على النظام الاجتماعي وإعادة إنتاج بنية المجال الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والقيم الثقافية ونقلها بين الأجيال. فالأسرة هي ذات الرئيسة لاستراتيجيات إعادة إنتاج آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي داخل المجتمع. وقد تناول هذا العنصر إعادة إنتاج آليات الضبط الخاصة بدائرة ضبط الزوجين وإعادة إنتاج آليات الضبط الخاصة بدائرة ضبط الأبناء. العنصر الثاني وعنوانه إعادة إنتاج آليات الضبط الاجتماعي الخاصة بالأقارب، والعنصر الثالث إعادة إنتاج آليات الضبط الاجتماعي الخاصة بالجيران. المحور الأخير في البحث وهو المحور الرابع عن إعادة إنتاج للضبط الاجتماعي أم اندثار للثقافة التقليدية نتائج مستخلصة، ونعرض هنا إلى أهم النتائج التي توصل إليها البحث والتي تبرز من خلال أهم القضايا المستخلصة من التغير الثقافي وإعادة إنتاج آليات الضبط الاجتماعي في مجتمع البحث، وهي ما يأتي: 1. أسهمت عوامل التغير الثقافي المتمثلة في التحضر وانتشار التصنيع والتجارة والتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة وغيرها في تشكيل شبكة العلاقات الاجتماعية وأنماط التفاعل بين الأفراد والأسر داخل مدينة شبرا الخيمة، وقد أدى هذا كله إلى تغير الثقافة التقليدية لسكان المدينة، ولكن وسائل النقل والمواصلات التي تتميز بها المدينة جعلت منها منفذ هام للانتقال بينها وبين محافظات الجمهورية، الأمر الذي ولد صورا من الاحتكاك الثقافي مع سكان تلك المحافظات خاصة من الريف البحري والقبلي، ومن هؤلاء من جاء للعمل في مصانع الغزل والنسيج واستقر بأسرته في المدينة، وحدث اختلاط ثقافي بينهما مما ساعد على إعادة إنتاج بعض القيم والعادات والتقاليد والأعراف الأصيلة من تلك الثقافات وتعايشها إلى جانب ثقافة المدينة المتغيرة. وهذا ما أكدت عليه نظرية التغير من أن التغير لا يعني بالضرورة اختفاء كل ما هو تقليدي، وإنما كثيرا ما تتواجد كل من العظم التقليدية والحديثة معا. 2. أكد بورديو أن الأسرة هي آلية من آليات إعادة الإنتاج، وفي نفس الوقت أكد علماء الضبط أن الأسرة من أهم أجهزة الضبط الاجتماعي داخل المجتمع. هنا يكون عليها نقل القيم والمعايير الثقافية السائدة في المجتمع إلى أبنائها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية كآلية من آليات الضبط الاجتماعي. ويستمر التشكل الثقافي للفرد قائم على تنشئته واستدماجه ثقافة مجتمعه من أسرته أينما انتقل من سياق اجتماعي إلى آخر، وبالتالي إعادة إنتاج ما تنشأ عليه. فالفرد هو منتج الثقافة من خلال تفاعله في شبكة من العلاقات الاجتماعية
وفي إطار بيئة مكانية معينة. 3، أوضحت الدراسة الميدانية أن آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي متأصلة في الثقافة المصرية، لأن مرجعها الدين وعرف المجتمع، ولأن الثقافة تكتسب من علاقات الناس وتفاعلاتهم، إذا فهي تتأثر بالتغيرات التي تحدث في المجتمع، وتتسم الثقافة بالمرونة في التكيف مع هذه التغيرات، وتولد لدى الأفراد آليات لإعادة إنتاجها في أشكال منها، إما استمرار القديم أو بإعادة إنتاج هذا القديم وظهوره في شكل جديد أو بإنتاج شكل جديد له. ويمكن توضيح كل ذلك فيما يتعلق بآليات الضبط الاجتماعي وإعادة إنتاجها. 1، أن آليات الضبط الاجتماعي الخاصة بالزوجين منها ما هو مستمر نتيجة التنشئة الاجتماعية من أسرة المنشأ، مثل آلية مساندة الزوجة لزوجها في العمل وتنشئة الأبناء وفق قواعد العرف وتعليم الدين، ومن الآليات الجديدة تغاضي الزوجة عن الخلافات وتفاهم الزوجين على حل المشكلات دون تدخل طرف ثالث بينهما. 2، أن المستمر من آليات الضبط الخاصة بالأبناء هو تنشئتهم بين الأبوين لنقل قيم ومعايير ثقافة المجتمع إليهما، وأخذت آلية التخويف في ضبط سلوكياتهم شكل جديد تماشيا مع انتشار ثقافة الإنترنت، فيديوهات اليوتيوب والفيسبوك، في حين أصبح التشاور والتفاهم ومصاحبة الأبناء من الآليات الجديدة لضبط سلوكياتهم في بعض الأسر. 3، أما آليات الضبط الخاصة بالأقارب فكان التغير فيها عن طريق اللجوء إلى آليات الضبط الرسمية، خاصة في نزاعات الميراث، وقد أكدت على ذلك دراسة عدلي السمري عام 2003. 4، ظهر التغير في آليات الضبط الخاصة بالجيران فيما فرضته أزمة كورونا من آليات جديدة لجأ إليها الجيران، وغيرت من عادات دورة حياتهم، وخاصة في المناسبات والاحتفالات التي قل فيها التواصل المباشر بين الجيران والأقارب أيضا، وأصبح عن طريق السوشيال ميديا. وفي النهاية، فإن الثقافة التقليدية تتميز بقدرتها على تجديد نفسها، ويظهر ذلك في إعادة إنتاج وإفراز آليات عديدة ومتنوعة للضبط الاجتماعي تتلائم مع التغيرات التي يمر بها المجتمع، وتعزز من تواجد كل من الآليات التقليدية والجديدة معا في تنظيم علاقات الأفراد وتوجيه سلوكياتهم وتفاعلاتهم في الحياة اليومية وفقا لبنية المجتمع الثقافية والفئات والطبقات الاجتماعية داخله. وشكرا جزيلا لحضراتكم.